بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصدق، وحديث أن الصدق طمأنينة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعمد إلى الأخذ يعني بما اتضح حتى تطمئن وترتاح. فالصدق يثلج الصدور ويريحها. وحديثنا الثالث في هذا الباب عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا حديث طويل في البخاري ومسلم، وفيه أن في المدة التي اتفق عليها المسلمون وأهل قريش المشركون على الهدنة في زمن الحديبية، ففي هذا الزمن خرج جماعة من التجار قريش إلى الشام، وفيهم أبو سفيان وهو رأس كبير، طبعا كما هو معلوم رضي الله عنه في ذاك الزمان كان رأسا وسيدا في قومه، وكان هو الذي يمثل يعني حتى الأحزاب في حربهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي زمن الحديبية لما جاءوا إلى الشام وسمع بهم في تلك الفترة هرقل، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصلت إليه، فأراد أن يعرف هذا النبي على لسان قومه ماذا يقول قومه فيه، فقال: هل من التجار في البلدة موجود يعني تجار يعني من مكة من العرب؟ قالوا: نعم. قال: أرسلوا إليهم. لما جابوا الجماعة قال: شكون يتكلم فيكم يعني الزعيم فيكم الرئيس فيكم؟ فقدم أبو سفيان لأنه هو يمثل يعني الجماعة التجار. فسألوا هرقل على أشياء كثيرة، على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسبه فيكم؟ قالوا: نسبه يعني شرف. هل يعني مثلا جربتم عليه كذبا؟ ما جربنا عليه كذبا قط. يعني أشياء كثيرة سألوا عليه، أن هذا النبي صادق أمين، نسبه يعني شريف، هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وشكون أتباعه؟ هل هم الشرفاء ولا يعني الناس يعني من الناحية الاجتماعية المنحطين؟ قال: بل هم الضعاف يعني المنحطين، هم اللي تبعوه يعني العبيد وكذا. ففي كل كلمة يعني يجيب بها يعني يجيب. وعلى كل حال هرقل قال الجماعة الذين من ورائه، قال لهم: إذا كان كذب علي فكذبوه، إذا كان كذب علي في هذه الأسئلة التي أوجهها إليه فكذبوه. فالمهم قال: والله خوفا يعني خوف أن يحرزوا علي أو يسجلوا علي كذبة، يعني استحياء أن يسجلوا على زعيم قريش يعني يكذب، ما يعني كانوا يستحيوا على حياء من الناس يعني أنهم يكذبوا في هذه القضايا، لأنهم ناس زعماء كيفاش يكذبوا على يعني واحد اللي هم يظنوه من أراضي للناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم يعني إنسان ما هوش في المستوى، كيفاش رايحين يكذبوا على واحد مثل هذا وهم يظنوا أنهم خير منه؟ فبالتالي كان ما يكذبش خوفا أن القوم يسجلوا عليه كذبة. طبعا لو كان كذب قومه ما يقولوش كذب لهرقل، يخليوه يكذب. ولكن من بعد تولي حكاية عبر التاريخ باللي أبو سفيان كذب عند هرقل، يسجلها التاريخ، يعني الكلام يخرج. ولكن مع هذا لم يكذب لهذا السبب، وقال صدق
وهرقل كان كلما أجاب عن سؤال، يعني أبو سفيان أجاب عن سؤال إلا وقال وكذلك الأنبياء لا يكذبون، وكذلك الأنبياء يزيد عددهم ولا ينقص، يعني الإيمان تحهم دائما طالع والعدد والأتباع دائما طالعين ما ينقصوش. وهكذا قال في الأخير وماذا أو بماذا يأمركم، ما هي الأمور والتعاليم التي يأمركم بها نبيكم؟ قال يأمرنا بماذا؟ اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، هكذا يقولنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وكل هذه تعاليم يعني من ديننا عظيمة بلا شك، منها ما هو أركان يعني، ومنها ما هو يعني واجب متمم للخير وكمال في الإيمان. فاعبدوا الله وحده لا شريك له، رسالة الأنبياء مبنية على هذا، رسالة كل أنبياء مفتاح دعوتهم أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ولا تشركوا به شيئا، نبذ الشرك ومقارعة المشركين حتى يعودوا لله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، واتركوا ما يقول آباؤكم، وهذا صدع بالحق، صدع بالحق، واتركوا ما كان عليه آباؤكم وأجدادكم من عبادة الأوثان والقول على الله بغير علم، وربما تسمية أمور وأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال اتركوا ما كان عليه آباؤكم، طبعا الأولى والثانية كلاهما يعني من القضايا الموجبة يعني لتحمل ما سيأتي، لتحمل ما سيكون، يعني من الاضطهاد ومن يعني العذاب. فقال ما يقول آباؤكم، ما يقول آباؤكم، والناس كما هو معروف من الصعوبة بمكان أن ينسلخوا وأن يتركوا ما كان عليه آباؤهم، فالناس قديما وحديثا دائما يستدلون بنفس الحجة وبنفس البرهان، يقول كيف أترك ما كان عليه آبائي وأجدادي وأتبعك أنت؟ نحن نظن وفتحنا عينينا على هذا الأمر، كيف اليوم الجنة يقول لنا أن هذا الأمر باطل؟ هذه حجة ماذا؟ حجة الناس في القديم والحديث إلى أن يرث الله الأرض، كلهم يعودون إلا من يعني نور الله سبحانه وتعالى عقله وفتح بصيرته فظهر له الحق أبلج. نعم. فقال ويأمرنا بالصلاة ليصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى، هذه الصلاة التي كان يعني المشركون في ذاك الزمان يقولون كيف نمرغ وجوهنا في التراب، يأمرنا بماذا؟ بأن نعفر وجوهنا بالتراب، هذا لا يكون. فاستكبروا عن هذه العبادة العظيمة، وهذه كما ترون يعني أبو سفيان يقول وهو على الشرك في ذاك الزمان رضي الله عنه. فقال من تعاليم هذا النبي كذا وكذا وكذا وكذا. شوف اليوم للناس يعني على كل حال في كل زمان مر على الأمة إلا وتجد من الناس من يترك شيء من هذه التعاليم، ولكن كون الناس يتركون الصلاة هذه في الحقيقة ميزة وسيمة في العصور هذه المتأخرة، الناس يتركون الصلاة، بلك يعرف لا إله إلا الله بصح الصلاة هذه يظن أنها مستحبة يعني من الأعمال المستحبة تفعل أو تترك، أنها من القضايا الشخصية الخاصة التي لا يتدخل فيها أحد، ولا تسألني عنها ولا تحاول يعني نهار ليهديني ربي أنصلي، وما علم أن من تمام الهداية والإسلام أن يكون الإنسان على صلاة وعلى ركن يقف على هذه الأركان التي أمر الله سبحانه وتعالى بها مع لا إله إلا الله،
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإقام الصلاة مع لا إله إلا الله من الأركان، ولهذا شأن الصلاة عظيم، حتى أن جماعة يعني غير قليلة يعني من أهل العلم قديما في عهد السلف يرون أن تارك الصلاة كافر، يرون أن تارك الصلاة كافر. إذا القضية، وهذا قول يعني في دائرة أهل السنة، ما هوش يعني الخوارج والله غيرهم اللي قال هذا الكلام، وإنما في دائرة أهل السنة يعني من العلماء الأفذاذ العظام، حتى في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يقولون عن تارك الصلاة إلا كافر. أما منهم من أول هالكلمة نتاع الكفر أنها كفر أصغر، وأنه كفر دون كفر، وأن تارك الصلاة يعني كافر عمليا، يشبه الكافر لأن الكافر يترك الصلاة فهو يشبهه، ولكن هذا التفصيل لم يكن قديما. فتارك الصلاة يعني يخشى عليه، يخشى عليه حقيقة يعني، سواء من الذين قالوا بتكفيره أم الذين قالوا بتفسيقه، فيخشى عليه في الحقيقة، راه على باب يعني من أبواب جهنم يعني العظيمة. فلذلك ترك الصلاة هذه ميزة في العصور هذه المتأخرة، حتى ظن الناس أن هذه الأفكار أو هذه الأركان مجرد مستحبات، إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، ولهذا تركوا الصلاة، ومنهم من ترك الزكاة، ومنهم من ترك الحج، بل وظن أن الحج مستحب لأنه يقرأ فمن استطاع إليه سبيلا، فظن أن من استطاع إليه سبيلا أنه استحباب. إذا حبيت يفهم هكذا، من استطاع إليه سبيلا يفهمها على أنه إذا حبيت تروح، إذا حبيت ما تروح. فكثير من الناس عندهم أموال يديروا مشاريع يديروا كذا، والله ما يفكر في الحج كليا، ما يفكر أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه إذا عنده مال لا بد أن يبادر، وخاصة الناس اللي عندهم فضل مال، فضل مال يعني عنده قسمة يمشي حاله وعنده المال زائد، ومع هذا يفكر أنه يشغله وأنه يستثمره، ولكن ما يفكر في العبادة أصلا. يشوف الحجة ب 25 و 30 مليون، يشوف فيها سيارة، يشوف فيها شاحنة، يشوف فيها ما أدري أنا زيادة في الاستثمار نتاعه. وهكذا في قضية الزكاة، ناس حتى ولو تؤمن بالزكاة تحايل على الزكاة وما يمدوش الزكاة، ومنهم من لا يرى أصلا أن هذه الزكاة تعطى، بل يرى يقول لك أنا ما دام أنني أدفع ماذا؟ أراني ندفع بما يسمى هذه بالضرائب، إذا هذه هي الزكاة، أو يديها ولي الأمر، إذا خلاص ما نمش الزكاة. نعم، كل واحد ماشي أول الأمور. إذا نشوفوا أبو سفيان واش يقول، هو يشهد، هو كان كافر ويشهد، قال هاي الوثيقة نتاع الإسلام واش تتضمن؟ هاو يأمرنا بماذا؟ بالتوحيد أولا، وبالصلاة، وبالصدق، والعفاف، والصلة، وكانت الزكاة لم تفرض بعد، الزكاة والحج كانت مازال بعد. فقال أمرنا يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا. وإن كان الصيام كان موجود، الصيام كان موجود، ولكن هنا أبو سفيان يحدث بما علم، هو في مكة كيدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم لهذا الأمور، كان الصلاة فرضت، وكان يعني باقي الأمور معروفة يعني اللي هي الصدق والعفاف والصلة. نعم، إذن قال يأمرنا بالصلاة والصدق، وهو محل الشاهد، يأمرنا أن لا نكذب وأن نصدق مع الله ومع الناس. إذن هذا خلق عظيم معروف في ذاك الزمان. قال والعفاف، والعفاف معروف، العفاف إما أن يستعف الإنسان من شهوات الفرج أو من شهوات البطن، الإنسان يتنزه عن الزنا ويتعفف بالحلال ويتحصن بالحلال، وكان كذلك العفة بمعنى أن الإنسان يزهد يعني فيما في أيدي الناس، بحيث لا يسأل الناس ولا يطمع في الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يعني يحبك الناس، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى، يعني من يطلب العفاف ربي سبحانه وتعالى يرزقه هذا الخلق الكريم كما مر بنا في الصبر. نعم، هذا والمقصود
يعني بالعفاف. والصلة، والصلة هي صلة الرحم، الصلة هي صلة الرحم، أن يزور الإنسان الأقارب نتاعو. طبعا قضية الصلة هذه يحددها العرف، تقدر تتوسع وتقدر تضيق على حساب العرف نتاع الناس في بلاد من البلدان. بمعنى ممكن الصلة هذه تشمل الخالة والعمة والأقربين، ممكن تتوسع حتى لأبناء الخالة وأبناء العمة وكل من يعني عنده اسم مثل اسمك، لأن القبيلة تتوسع والعرش يتوسع، ينجم يكونوا هذو قاع أرحام، وتنجم تكون ضيق لدرجة حتى أنك تجعل الأرحام مثلا على حساب العرف كما احنا عندنا في العواصم هذه والمدن. الأرحام شكون؟ أخوك واختك، أو تتوسع شوية خالتك وخالك وعمك وعمتك وولادهم، رأيت؟ بصح من بعد كاين في بعض الأحيان وين تتوسع الصلة، كما في بعض المداشر والناس على برا، صلة الرحم ماهيش غير خوك واختك ولا عمك وخالك ولا وما إليهما، لا، وإنما تتوسع حتى يقول لك هذا فلان يجينا من كذا وكذا وكذا، يعني يجيب لك حتى سلسلة نتاعو كيفاش يعني يقرب له، يقول لك هذا راهو لينا، راهو لينا من الجهة الفلانية كذا كذا إلى آخره، يعني يجيب لك شجرة كاملة. فأحيانا في العرف يتوسع القضية، تتوسع على حساب الأعراف ومناطق الناس تتوسع وتضيق. إذا قضية الصلة وقضية الرحم هذه تتوسع وتضيق على حساب العرف. والحمد لله رب العالمين، يعني ما زال هذا الخير في الأمة، أن الناس يعني تزور العائلات وتتزور فيما بيناتها وعندها صلة طيبة، لأن لو كان يروح هذه العلاقة هذه الطيبة وهذه الصلة يعني الكريمة اللي ربي سبحانه وتعالى أمر بها، نظن باللي يعني يكون فيها شر كبير في الأمة، والعواصم يقل فيها هذا الأمر. ولكن على برا من هنا وهنا ما زالت الناس يعني تزور، ما زالت تزور، وشوفوا أهل البادية يجونا، صح احنا ما نروحوش لأهل البادية، يعني ناس اللي عندهم مثلا في مدن يعني نائية وقرى نائية عندهم عائلات ما يروحوش لهم، ما يروحش لهم، خطر ولات الزيارة مصلحة الآن، الزيارة ولات مصلحة ولات قضية مادة يعني مبنية على أمور مادية، فما يشوفوهاش من الجانب يعني الروحي والشرعي، وأنه الإنسان إذا وصل الرحم يعني وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله، ما ينظروش من هذا الجانب، وإنما ينظروا من الجانب يعني المادي. وهذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا، يعني أننا مقصرين في هذا الواجب كثيرا كثيرا. ولهذا تجد الناس يتظاورون ربما في قضايا أفراح وربما مآثم أحزان وأقراح، فتجدهم يتظاورون. أما إذا كان القضية خرجت من هاتين يعني الحالتين والسببين، فالأمر عندهم يعني مقطوع، فتجد الزيارة تكون في الموت ولا تكون في فرح عرس ولا، وأحيانا تقتصر على الموت فقط، على الموت، فيجي مثلا يحضر في المقبرة ويمشي فقط، ما زلش تشوفه حتى نهار يزيد يموت واحد آخر من العائلة ونتلاقاه مرة ثانية. ولهذا بالمناسبة حضرنا في جنازة موت نتاع إنسان نظن رجل أو امرأة، فبعض الناس شفتهم في المقبرة وأنا لاحظ يعني هذا قاعد نلاحظ ونشوف الناس يتسالموا بيناتهم، وشراك لباس وشراك لباس وشراك لباس وشراك فلان وشراك فلان وشراك فلان، نساو قاع القضية أنهم في مقبرة وجاو يعني باش يشيعوا هذه الجنازة هذه ويحضروا مثلا ولا يدعيوا ولا مثلا يذكروا ويدبروا، ولات الناس دايرة جماعات داخل المقبرة وباينين بلي ناس جايين من مناطق كثيرة ومتفرقة، واحد يقول واش راها فلانة واش راها فلان واش راها كذا واش راها كذا. من بعد انا قلت واحد الكلمة ثم على كل حال قلت لهم والله اليوم الأجر نتاع زيارة صلة الرحم راهو داها كاع الميت هذا، الميت هذا هو اللي دا الأجر تاع الجماعة احنا اللي تشوفوا، لأن لولا هذا الميت هذا الأخ ما يشوفوه، وهكذا يعني العم ما يشوفوا لدخوه، وهكذا يعني الناس تزاورت في تلك المقبرة ولا صلة رحم كأنها عيد، يعني عيد من أعياد المسلمين، الناس تسالم وتسأل على الصحة وتسأل على العافية وفلان وفلان وفلان. قلت لهم والله اليوم ما ديتوش أجر أنتم من تاع الصلة، ما تظنوش باللي ديتوا الأجر تاع الصلة، لأن هذا ما فيها لا نية لا شيء، وإنما المقصود جيتوا لهذا تحضر هذا الدفن تاع هذا السيد هذا، فكان هو السبب لجمعكم.
فالناس تنتظر فقط هذه المناسبات باش يتلقى. ورا هذا الانسان بالك هذا الانسان مات وكاين الناس اللي عندها سنوات ما شافتوش، كان لي عمه كان لي جده كان لي خاله كان لي خالته كان لي كذا. فصيلة الرحم في الحقيقة شيء عظيم، يعني شيء عظيم في الإسلام، وأنها تنسأ في العمر وتزيد في الرزق. لهذا كثير من الناس يظنون ضم كان عندنا معلقة عليها صيلة الرحم، ها هذه معلقة، ها هذه صيلة الرحم في الرزق فيها فرز من أسباب الرزق، من أسباب الرزق، نعم من أسباب الرزق. فكثير من الناس يظنوا أنها صلة الرحم راح يخرج من جيبه، راح نساب لأن الله تعالى يعيد إلى جيبه الأشياء، يعني شيء كثير، يعني يضاعف له ما أخرجه من جيبه. أنت كي تدي كيلو تفاح ولا كيلو بنان وتمشي تزور ما يش عارف أنا أختك ياس ولا الأخ نتاع، بعض الناس يظنوا أنها فروسية، هم يعني يظن باللي راح مخالفه راح يخرص مخالفه. يقول لك زياره الرحم هذه فيها دائما مخالفات، هو ينسى ان الله تعالى يبارك له، يبارك له في الشيء اللي يخرج من جيبه ولو كان الشيء القليل، ولو كان الشيء القليل. اذا كان ما عندكش خلاص تمشي ولا تمشي هكذا ورا، هي بحد ذاتها هذه صيغه الرحم في حد ذاتها حسنه، الخطوات هذه اللي تمشيها ولو ما تدي معك والو ورا الاشكال، ما ندي معايا والو، الناس تعرف حالي ونروح نزور. فإذا هذه صلة الرحم وكنا تكلمنا عليها يعني مرارا في خطبنا، فننبه يعني عليها. وفي الحقيقة نحن تأثرنا كثيرا بأخلاق الكفار، بأخلاق يعني الكفار وطريقة تعيش الكفار. فالكفار ما تلقاش عندهم صلة الرحم، الكفار ما عندهمش صلة الرحم، رأيت؟ ولو الابن مع باباه ولا البنت مع أمها ما كانش صلة الرحم. فبالتالي احنا اثرنا وظنينا ان الحضارة انه ما يجينيش حاب البلاد انا، رأيت؟ واش يجي يديني انا، يجيني من قرية كذا يجيني انا يزورني في العاصمة ويدير لي المشاكل هنا، الناس يبداو يضحكوا عليا ويشوف ذا واحد يهضر كذا واحد يلبس كذا ويمشط كذا، رأيت؟ الناس يظن يستحيوا، يعني يستحيوا، عندهم عقدة. كثير من الناس معقدين وعندهم هذيك العقدة نتاع التصاغر، يولي قزم لما يزوروه ناس، يعني هذه معروفة في العاصمة، يعني ما نخفيوهاش، يعني في العاصمة في المدن هذه الكبيرة، عواصم المدن يعني كما احنا عندنا والله المدن هذه نتاع الشرق ولا نتاع الغرب، ما يحطوش واحد يجيهم من برا ويستحيو به. هذه في الحقيقة عقدة وخلق يعني تاع الكفار، الكفار ما يحبوش اللي يجي لهم، ما تزورني ما إلا إذا كانت مصلحة، إذا كانت مصلحة نعم. إذا لابد أن يعني ننتبهوا لهذه القضية ونعاودوا يعني نصحوا النظرة نتاعنا والسيرة نتاعنا في هذا الباب. والإنسان يحاول ويجهد إذا كان عنده وقت أنه يدير خير ويدير يعني ويكسب حسنات ويستثمر في صلة الرحم. إذا هذه جملة من التعاليم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه في ذاك الزمان، وهي سارية المفعول إلى هذا الزمان إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. الحديث الذي بعده عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف، وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل، كيف قلوا هو بدري يعني من الذين ماذا شهدوا بدرا، يعني من الاولين اللي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، اول يعني غزوه. قال من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم في الحقيقه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا يعني من اهل هذه الصفه وهذا المقام وهذه المنزله. قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يعني يسأل الشهادة في سبيل الله، أن يموت في سبيل الله، يموت في سبيل الله قتالا، يعني يقاتل الكفارة. وإحنا قلت لكم ما أدري نعم في موضوع المضاء، لا تتمنوا لقاء العدو، ما تسألش ربي تلاقي العدو، ولكن قلت لكم ماذا يجوز، ماذا أن تسأل الله الشهادة،
اسأل ربي الشهادة، ولكن ما تسألوش لقاء العدو. نفرق بين هذه وهذه، اسأل الشهادة ولكن لا تسأل لقاء العدو. نعم، خطر ممكن الله تعالى يكرمك بالشهادة لما تلاقي العدو، وممكن ربي سبحانه وتعالى يدير أسباب وتجري أمور تلقى روحك ملاقي العدو إذا ربي سبحانه وتعالى كتب. أما أنت أن تسأل هذا لا، لأن شيء عظيم وابتلاء كبير وقد لا يستطيع الإنسان أن يواجهه فيصير مخذول. فنسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسأل الشهادة الشهادة بصدق بلغه الله ماذا؟ منازل الشهداء. يبلغ ربي منزلة الشهيد ولو مات ماذا؟ على فراشه، ولو مات في فراشه في داره، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يبلغه تلك المنزلة. ولكن من سألها بماذا؟ بصدق. وهنا الصدق فيه يعني فيه أو يتضمن الإخلاص، يتضمن الإخلاص، لأن اللي يسأل بصدق بلا شك أنه مخلص لله سبحانه وتعالى صادق، أما يعني يبلغ ربي سبحانه وتعالى هذا المنزلة. لأن الشهادة كما قال أهل العلم ربي سبحانه وتعالى أذكرها مع الصديقين، مع من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا. إذا ذكر الشهيد مع الصديق ومع النبي، ومع النبي فهي منزلة عظيمة، ولكن الصديقين يصدق الشهداء في هذه المرتبة كما رأينا في الحصة الماضية، ولكن قد يكون كذلك الشهيد ماذا؟ صديقا، والصديق شهيدا. هذا ما يمنع من هذا، وهذا كذلك ما يمنع من هذا. وهذه ومن بلغه الله تعالى هذه المراتب كلها، وليس ذلك على الله يعني بعزيز، والله على كل شيء قدير. فييسر الله سبحانه وتعالى على عبده إن أراد به خيرا هذه المنازل كلها. فالشهداء مراتب على كل حال، منهم شهداء الأجر كما الناس اللي يموتوا مثلا تحت الهدم أو الحرق، أو المرأة يقتلها يعني ولدها، أو الرجل مثلا يغتال ظلما وجورا غيلة وخلسة، ومثلا الرجل الذي يقتل دون ماله دون عرضه فهو شهيد، وكل هؤلاء شهداء. ولكن هذه الشهادة هي غير تلك يعني الشهادة، غير الشهادة هذه يعني أنها واسعة. الشهادة المقصودة هي الشهادة في سبيل الله، أي في القتال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمات الذين كفروا السفلى. هذه الشهادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا منزلتها. والحديث الذي بعده ونختم به إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم
لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها الله لنا، متفق عليه. طبعا هذا الحديث وإن كان موضعه في السبق قد لا يظهر يعني للكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا يعني قصة نبي كان قبلنا، يعني نبي من الأنبياء قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه يوشع بن نون عليه السلام. فهذا النبي لما قاتل قرية بلاد يعني، وهذا الجهاد يعني أمر الله سبحانه وتعالى به وشرعه في كل يعني الرسائل أو الشرائع يعني السماوية، شرعه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وعلى أتباعهم في كل يعني مرحلة من مراحل الدعوة. فهذا النبي لما قاتل اشترط على الذين يخرجون معه للقتال أن تتوفر يعني فيهم أسباب الانشغال يعني بالجهاد والتفرغ للقتال، وألا يشغلهم شيء آخر، لأن الإنسان إذا شغله شيء على المقصد الذي يريد تكون همته يعني ضعيفة ويكون الجهد نتاعه قليل والبذل يعني كذلك، فلا بد أن يتفرغ الإنسان للمقصد الذي يريد حتى يجمع ويستجمع قواه وتكون الهمة نتاعه كبيرة وعالية. والجهاد يحتاج، الجهاد يحتاج قوة، يحتاج إلى يعني تركيز ويحتاج إلى تفرغ. فلذلك قال لهم هذا النبي: إذا كان منكم من يعني عقد على امرأة ويريد الزواج بها ولم يدخل بها يعني لم يبني بها بعد فلا يتبعني، ما يجيش معي. واحد اللي عقد على امرأة وراح يعرف وما زال ما دخلش، ما دارش الدخلة نتاعه، هذا ما يمشي معايا في الجهاد. والثاني رجل بنى الصوار دار، يعني بنى لها الصوار الجدران ولكن ما سقفش، ما دارش السقف، ما زال ما رماش السقف بعد، فهذا كذلك ما يجيش معايا، ما يخرج معي. ورجل شرى بعض الشياه وتكون هذا الشاه مثلا يعني حاملة حبلة، فكذلك ما يخرج معي، لأنه راه ينتظر ماذا؟ الخليفات، يظهر ينتظر الأولاد نتاعها، فإذا راه مشغول فكذلك لا يخرج معي. إذا هات ثلاثة هادو على كلين. ومن دخل في هذا المعنى، الإنسان لما يكون مشغول ما يأديش ماذا الأعمال نتاعه كما ينبغي. أنت عندك هدف عظيم راح تديره، وعندك الوليدات مرضى، عندك الأب نتاعك مريض، الأم نتاعك مريضة، عندك يعني أمور مشاغل مشاكل وهموم، كيفاش راح تقوم بهذا الإنجاز العظيم وانت قلبك راهو بعيد؟ يعني القلب نتاعك موجود في هذه القضية العظيمة والقلب نتاعك راهو في الدار، القلب نتاعك راهو في الأهل، القلب نتاعك راهو يعني في الحيوان اللي راك تربيه ولا في المال اللي راك تربيه، راهو قلبك ثم. فإذا الإنسان يكون مشغول من هذا الجانب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجد في كثير يعني من الأحكام يقول لنا مثلا في الصلاة ما يصليش الإنسان ويحضر للصلاة، باش نفسر لكم مليح يعني القضية. كثير من الناس يجي حارز وبول ولا غائط ويجي، ولا يجي جيعان والماكلة انحطت على الطاولة، فهم؟ لا يصلين أحدكم وهو نعم يدافعه الأخبثان. فالذي يدافعه البول أو غائط كيف يصلي يعني صلاة مريحة وفي اطمئنان؟ فلا بد عليه ماذا؟ أن يذهب للوضوء ويستفرغ ويرتاح، ثم يأتي إذا وصل للصلاة وصل، وإذا ما وصلش يعني فذاك فقد يعني أدى ما عليه وما خرج إن شاء الله من الواجب ومن أجر الواجب.
وهكذا إذا حضر الطعام لا صلاة في حضرة طعام، هذا هو النص الحديث، لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هكذا إذا حضر الطعام وانحطت المائدة والطعام ثم سمعت الأذان، الإنسان يأخذ نهمته ويأكل ويشرب ومن بعد يذهب للصلاة إذا كان موجود وقت ويعرف أنه يوصل، اللهم بارك، ما وصلش ما وصلش فهم. فإذا هذا حظ نفس، والله سبحانه وتعالى رخص لنا فيه حظ تاع نفس، يعني حكم يوافق هوى النفس، حكم يوافق هوى النفس. والله تعالى قد اعتبر هذه البشرية فينا، الله تعالى قد اعتبر هذه البشرية فينا، نعم بشر. فإذا كل واشرب إذا وصلت اللهم بارك، وإذا عرفت باللي ما توصلش كمل ريح، رأيت. وهكذا بالنسبة للقضية نتاع الصلاة، يقول لك أنا نخاف روح للجماعة يصلي وهو حارس ما أدري أنا، فضايق يعني بالبول نتاعه، فحاولوا يعني الإنسان يدرك مثل هذه المعاني. وهكذا بالنسبة للقاضي مثلا الذي يحكم وهو غضبان، مشغول غضبوه زعفوه باجي يحكم في قضية، هيا للسجن أديه للسجن، فهم كانوا مراجعة فاتوا في الدار وجاي يقضي، فهم جاي يقضي في الأمة هذه، ما لا تدي فلان السجن والدفاع، لا يقولي ما يترواش يعني، لابد الإنسان يكون مرتاح، قضايا المهمة يكون مرتاح. هذا الجهاد كذلك من الأعظم يعني المعروف، فلا بد يعني أن يكون الإنسان متفرغا له. فإذا كان مشغول بهذه القضايا ذكرناها مثلا بناء أو يبني في دار، ولا عنده ما أدري أنا راح يتزوج ولا كذا ولا، فقال هذا النبي واحد ما يخرج معي، لأنه ما راحش يكون صادق. وهذا محل الشاهد في الحقيقة في الحديث، لأن الحديث ما يبانش صدق فيه، وراه صدق في هذا الحديث. إذا قال الشراح كابن العلاء الشافعي رحمه الله، قال الصدق هنا أن اللي يخرج ما يكونش صادق في الجهاد، لأن قلبه ما هوش في الجهاد، راهو في جهة أخرى، والصدق لازم يكون بالقلب، رأيتم؟ فخرج هذا النبي باش نكملوا الحديث لهذا القرية وقاتلها، وكان قريب يعني وصلها مع العشر، وقاتل قاتل وخاف يعني الشمس تغرب عليه ويطيح الليل وهو لم يكمل بعد يعني مهمة القتال، وخاف يتأخر عليه النصر، مفهوم؟ لأن إذا وصل الظلام ما بقى قتال. فماذا فعل؟ انظر للشمس اللي كانت راح تغرب وتميل، فقالها أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة وأنا مأمور، كلنا نمشي وباش تحت حكم الله سبحانه وتعالى وطاعة رب العالمين، أنت عندك أمر وأنا عندي أمر، أنت عندك أمر من الله وأنا عندي أمر من الله، كلانا مأمور، اللهم احبسها عنا. دعا الله تعالى قال حبس لنا الشمس هذه توقف. يقول بعض العلماء هل تراجعت أم حبست مكانها؟ المهمة أنها حبست، مفهوم؟ حبست مكانها وما تحركتش، يعني توقف الزمن، لأن الله تعالى هو الذي يجري الزمن، هو اللي يتحكم في الطبيعة، هو اللي يخرق القانون نتاعها، عندها قانون، لكن الله تعالى يخرق القانون، وإحنا نؤمن بهذا، أن الله تعالى هو الذي يتحكم في قوانين الكون سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظامة ربي سبحانه وتعالى. أما الكفار اللي ما زالهم يتكلموا بالطبيعة ويتكلموا بكذا وكذا، لأنهم ربما ما رأوا شيئا، وهذه فلسفة مادية إلحادية على كل حال في هذا الزمان انتشرت، وهذه معجزات وقعت للأنبياء كلهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر وغيرها، ورآه الكفار، نعم. فالله تعالى قادر أن يحبس يعني الزمن، فاحبس هذا الزمن، وهذه معجزة لهذا النبي، فقاتل حتى انتصر. ومن بعد جمعوا الغنائم، الغنيمة يعني الأموال اللي حصدوها من الكفار، أخذوها من الكفار بعد هزيمة الكفار، خذوا أموالهم، خذوا يعني العتاد نتاعهم نتاع القتال، جمعوه في واحد المكان هذا ويستناو في النار اللي يجي تديه، لأن في من كان قبلنا الغنيمة لم تكون حلال عليهم، لم يحلها الله سبحانه وتعالى يعني للأمم قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الغنائم ما كانوش يديوها ويقسموها بيناتهم، وانما يجمعوها هكذا عرمة يعني ركام يجمعوه، ومن بعد يعرموه، ومن بعد تجي نار من السماء
تأخذ هذه الغنيمة تحرقها نار من السماء تأتي فتأخذ الغنائم. لما جمعوا وعرموا هذه الغنائم ينتظروا النار جت بها ما جاءش النار لم تنزل هذه النار. فقال النبي هذا النبي قال لهم فيكم غلول سقطوا حاجة. الغلول هو السرقة من الغنائم، الغلول السرقة من الغنائم. نعم. ولهذا جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني الصدقة من السرقة، سرقة الغنائم، فلا يجوز يعني أن تسرق من الغنيمة. حتى في الإسلام ما تديش، تجمع كلش ولو خير تحطه حتى يقسم بالقاعدة المعروفة والقانون المعروف، يقسم بين المجاهدين بيت المال وحق يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت وهكذا. فتنفل هذا كما يقال، تنفل هذا الغنائم في شريعتنا. في شريعتهم لا تقسم، وإنما تجمع وتقتلها النار. لما ما جاءش النار قال فيكم غلول، يعني موجودة سرقة، ها ينبغوا طريقة تعالوا فلنبايع، يعني تبايعونني، كل قبيلة تبايعني، بدأ يبايع في القبائل، يعني في رؤوس القبائل، كل واحد رأس قبيلة يبايعوا، فيبايعوا باش بالمصافحة، تكون المبايعة بالمصافحة، يصافح، وهشوفوا هذه معجزة كذلك. لما وصل لمثل قبيلة من القبائل لسقت يده في اليد متاع هذا الرجل، قال السرقة راها فيكم في القبيلة تاعكم في جماعتكم. قال الآن جوزوا لي أفراد القبيلة بالواحد صافحوني. يصافحوا لسقت اليد نتاعو بزوج أو ثلاثة. قال فيكم الغلول خرجوا وشديتوا. كان الشيء اللي داوه ماذا؟ مثل راس نتاع بقرة من ذهب، قد الراس نتاع بقرة من الذهب نتاع ذهب. فلما حطوه في الركام، حطوه في هذاك العرام يعني نتاع اللي يجمعوه نتاع الغنائم، جاءت النار فأخذت الغنائم، دليل على القبول، دليل على القبول، أن الله خلاص يعني تقبل منهم. فإذا يؤخذ يعني من هذا الحديث كما سبق يعني ذكره، أن الإنسان لا بد أن يتفرغ للقضايا العظيمة، وأنه لا يعني يشغل نفسه بالأشياء التي تعطله وتكون حجر عثرة دون إنجاز المهمات، فلا بد عليه أن يتفرغ لمثل هذه القضايا التي تحتاج منه الصدق وتحتاج منه حضور القلب والإخلاص، يعني يحضر بكليته، يعني بقلبه وقالبه بجميع شعوره. فهذا الذي يؤخذ، ويؤخذ كذلك من الحديث أن قوة الله عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه ينصر عباده بكل الأسباب المتاحة يعني الموجودة في الدنيا هذه والتي نراها بأعيننا. فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينصرنا بها، ينصرنا بالبحر، ينصرنا بالعواصف، ينصرنا بالشمس، وينصرنا بالقمر، ينصرنا بالمطر، ينصرنا بالجراد، ينصرنا يعني بكل الأسباب الموجودة التي نراها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يسخرها يعني لعباده الصالحين. فما ينظرش للإنسان هذا الحديث ناخذ أن الله تعالى يعني إذا صدق الناس مع الله عز وجل فالله تعالى يعني ينصرهم ويكون معهم ويؤيدهم بكل ما ترون يعني في الوجود، ما تحتاج لا سلاح نووي لا جرثومي لا كذا. فإنسان يقول لك احنا ضعيف، واش نقدر نديرو أمام الكفار؟ نقدر نديرو حاجة كبيرة، وأنك أنت يعني تعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، تصدق مع الله سبحانه وتعالى، تعود الرب سبحانه وتعالى بتوبة صادقة، تعود هذه الأمة كلها لله سبحانه وتعالى، وسترون الله تعالى ماذا يرزق هذه الأمة. يعني ما تتصوروش حتى يكونوا عندنا يعني ما عند الكفار باش ينصرنا ربي سبحانه وتعالى. القضية كلها في ماذا؟ في الطاعة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف فعل الله تعالى مع هذا النبي، الشمس حبتها، وهذا نحن نؤمن به، ويكون في كل زمان
وفي كل مكان. إذا كان للأنبياء معجزة فهو للمؤمنين كرامة، والكرامة هذه باقية، الله تعالى يكرم عباده الصالحين بكل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يبارك لنا في جلوسنا هذا، وأن يتجاوز عنا، وأن ينزلنا في الدنيا والآخرة منزلا مباركا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.